في إطلالة الحصاد هذا المساء نناقش الملفات التالية: الضيافة والخضراء لنهائيات كأس العالم لكرة القدم محور رئيس تصدر أجندة أسبوع قطر للاستدامة. But you have also other groups of people come. Operations are a lot more sustainable. And that result. Environmental development. قمة أسباير العالمية تجمع لفيفا من الشخصيات الدولية. راهن والرياضة، تحديات الجائحة وملامح المستقبل أبرز عناوين النسخة السادسة. A passion into a job, into a profession. دولية قطر للسكواش تكسب رهان العودة، وأول المصنفين عالميا احتفظ باللقب. متابعة خاصة لنسخة استثنائية.